هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. بخير عليكم. بداية أنا كنعتز بهذه الحلقة وبالبطل ديالها، حيث غادي تعرفوا بطريقة بسيطة كيفاش كيتصنع الإرهابي. وأنا هنا ما كنتكلمش على قيادات التنظيمات الإرهابية، لا، نتكلم على ولاد الشعب البسطاء اللي في واحد اللحظة كيتحولوا إلى أداة للقتل الجماعي، بل كيوليو مستعدين أنهم يتقتلوا في سبيل القيام بالمهمات ديالهم. كاين جوج الأسباب رئيسية اللي كتخلي الواحد كيتحول من ناس عاديين إلى مجاهدين، طبعا بين قوسين. السبب الأول هو الغضب، والغضب عبارة عن انفعال عاطفي وعصبي تجاه مشكلة معينة. المشكل ما كيتحلش، فكيتولد عنه مشاكل أخرى، وهذيك المشاكل تبدا تكدس وكتبدا تتفاعل، فكتولد بدورها عنف مكبوت قابل للاشتعال، خاص غير اللي قرعوا. الروسي هو عنوان حلقة هذه الليلة، وغنتابعوا فيها مسار شاب لقى راسو وحيد ومعزول وعاجز أمام مشكل فجر استقرار العائلة ديالو، فخد طريق خطيرة. تابعوا جميعا. عندك خبز؟ عندك خبز؟ عندك خبز؟ ها هو ريزيت. هاك ها ريزيت. هاك الطفولة ديالي كبرت يعني طفل عادي، ولد الشعب في حي شعبي. كان الوالد ديالي واحد الأم ديالي مسكينة كانت ضحات معاه، يعني بنت لي بنت الدار، وداكشي ما باغيش هو، داكشي باغي داكشي ديال الأفلام وصافي، ما ناض مشاكل عائلية، وبقات الأمور بحال هكا وبقات صابرة معاه. كنت في يعني في الابتدائي كنت شويه كنت مايور في الكونتاكت، طلعت بطوله المغرب ما خليت فين مشيت، ولكن كنت ملاكم يعتمدوا عليه. انت الخانزه في فاطمه، دخلنا عليك بالله الا ما ديري عقلك. انا إيه؟ انا اللي يهديني الله ياك. ها وكان شدات واحد الارض مسكينه عطاته ليه ديال باها، عطاته ليه، قلت لها كتمتع هو مشى دبر على وحده اخرى. يعني ما كاينش واحد الراحه نفسيه في البيت، يعني غيكون عندك شي اكزام ولا شي حاجه ما يمكنش لك انك تقرا ولا تراجع، يعني فين ما تجي تلقى مضاربه في الدار. Yeah.
وبالتالي وليت لقى الوالد تليفون كذا فهمتي كيفاش ناضت الصراع صافي وهي تحقد يعني صدمت في حياتها بحال اللي داخل شوكات وصلت بيه كاع الناموسيه ديالو شعلت فيها العافيه يعني الاب ملي تفرق على الام ما بقاش يصير لا والو زعما ركبني ضربني الطونسيو في ديك اللحظه ما شعرتش وليت نيرفوز واحد النهار ضربت حارس عام ضربته بكروشي وغير ما بقيتش صافي وليت عصابي كلمه جوج وكنت شويه باسل في المدرسه واحد النهار دست من واحد الحي خارج على الحي ديالي تمسمت يعني يعني اغنيه بلونغلي ولكن عنده واحد يعني واحد شنو نقول لك يعني عنده واحد القطع يعني تاثر في النفس وخا انت ما تفهموش شنو تيقول يعني طلبت من داك السيد انه كذا وعرفني به وكذا وليت نترجم يعني باش هو كان تيغني بلونغلي شكون هذا توباك هذا المغني هذا كان تيغني بلونغلي وانا وليت نترجم بالعربيه فهم يعني عجبني ديك الهيد ديالو وداك السيلاب ديالو باش غادي صافي تولعت به اغاني ديالو تيدوي على مثلا على الهشاشات تيدوي على الفقر تيدوي على التهميش تيدوي على البطاله تيدوي على الحقره على الظلم على السجون على يعني الديانات ما كملش قرايه اولى ثانوي خرجت Step to me, you may lose your foot. I daze with the hook, right cross major shook. I use the pawn and rook just to checkmate your king. My clique cash scheme consists of jack and keys. Extort your team, employing brothers for my fortune. I got your girl on strip, she's sucking on it often. A caution, I'll take losses while I be flossing. Talking, how your hot lights on a brother, I'm scorching. Walking, not riding, pulling punnies like a heist. I'm nice, I'm giving these bougie brothers advice. It isn't in your best interest to battle a smoker. Cabby slinger, brother. I linger on the hottest corner. You on the streets doing business on record like the vintage book. Life with the semi-automatic's not a good look. Static, some shook about beef when we cook it up. We dwelling on the meanest streets. Hell when we're looking up. Streets doing business on record like the vintage book. Life with the semi-automatic's not a good look. Static, some shook about beef when we cook it up. We dwelling on the meanest streets. Hell when we're hooking up. التجأت الفانيد وليت متقاطر هذيك الساعه كان الفانيد بجوج مية ريال كلي تيبيع لك صوب وكانوا تيلوحوا بزبال الامريكان حفنا ب 70 ريال تيعطيك فيها 10 الفانيدات مقطعه تضرب تولي انت وفولترون صافي وليت انا من ذاك النوع اللي تيخرج الصباح يبقى يدور حدا المدرسه يجي مخدر بالليل الكا وبعد خاطر تنجي تنحبو صراحه ما كانش الظلم ما كان والو ولكن في مجرد ان بنادم يتقع عليا وراك عارف يعني في فتره المراهقه تكون غادي مع شي دريه زويونه ومع انت شويه في سيسر شويه ماشي بزاف بربي تخمج لك وجهك سمعتيني والله تخمج لك وجهك بلاهم كي داير ما كاينش ندير علاش نتشد خرجنا للسرقه لا والو شي حاجه قبيحه مع شي مع ذاك القباح حيت دابا حتى المخزن ملي تيجيو تلقاك مضارب مع شي اباطير كنصدع وموت تدخلي ضاربه ولا جا فوق شي ضربه ماشي ما يهضروش معاه بالعكس وما راه يجيبهم الحال ملي كنت مبرهج تيبان لي شي واحد ديال الحياة وغادي بمرتو بالخمار اجي تنفرح تنقول شوف هادو سبحان الله العظيم كي غاديين و حتى واحد ما تابعهم حتى واحد ما تيقول فيهم حتى واحد ما كدا باش نقول انا شوف دابا انايا ولد عائلة وكدا ورغم القباحة ديالي جايبة لي المشاكل كتب شي حاجه ديال الخير شي حاجه ديال الدين ودابا تتعجبني بزاف ما عرفت مع عند الله ملي تنشوف هذاك الفيلم تتشوف واحد يعني باللحية ومراه فهمتي محجبه وكذا من عند الله انا ما تنعرف هادشي والو حتى واحد في عائلتنا ما داير هادشي هذا كانت معايا واحد الدريه بتاع عائله كتدبر عليا هاد واخا الدريه تغير فيهم الخير الله يتوب فيهم الحلال على بنادم على الرجال على صاحبي لا القيطات خضرين انا شي بيئه هذاك الجمال ديال الشمال قال لي نقيه ماشي زعما شي وحده اللي كنا في واحد القهوه زوينه خرجنا منها دار شي ربعه الحبات تسمع الاذان وكان واحد الاذان حنين محجوب مالك مغيب
لازم نطلب الله عز وجل انني نتوب الله. ما تيش نوى لا نتوب الله ومبقاش نشوفك. ما قلتيش ناوي، قلتيش كاع اللي دوز معاك وخوتي حصلوني معاك وكذا وهذه، وانا تنبغيك وانت قلتي لي غنتزوج. قلت لك باش غنتزوجك انا؟ ولا تندبر على راسي انا ما خدام ما دام ما والو. وهز واحد الساروت فيها التكشي هنايا الدمايات واحد يعني صافي اتصال مقاطع. ديك الساعه ما كاين لا تليفونات لا والو، صافي كانت هذيك البدايه ديال التوبه. وسبحان الله العظيم عند الاذان قلت خاصني نمشي نصلي، مثلا نعرف لو نتوضا نصلي قلت غنمشي. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وليش نجي نريح ديال الناس اللي تيتوضا وتنشوف كيف تيتوضا؟ هذاك اللبس ديال الراب ملي تندخل الجامع بنادم يمشي يدير فيه نظرة عوجة. ربما تقول ماشي المبادئ ديالنا هادي، انت منين جبتي هاد الشيء؟ شي شيباني تيقول اه انت فين داخل؟ او الجامع لابس هاد النوامر وهاد الكتبات هادو، انت تفهم هادو شنو مكتوب هنا وكذا؟ يا عمي ما عنديش باش نصلي، هادشي اللي عندي. انت ربما من الناس ديال الثلاثينات والربعينات، قلت لي انا في الالفينات. راه خاصك تراعي، تكون عندك واحد المبدئيه تراعي لا لا الاجيال الصاعده، خاصك تمشي معاهم مع العالم ديالهم. واش نقول لك، سبحان الله من عند الله، من وليت ندخل الجامع بحال وليت تيدوي معايا بنادم تنصبر في حقي. ما كان بنادم شحال انا قبل تا كلمه جوج تنضربو ما تنعطلوش. وليت زويون، وليت بخير. القباحة ماشي مشات، باقا القباحة. ولينا تنخدمو شوية القرآن، شوية الموسيقى، فهمتي؟ يعني بين وبين. وليك الدري اللي كنت نعرف قعدت تسقطي 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 جات عند الدار. صافي قال لي الوالد ديالي تا قال لي بنتي هو راه باقي ما خدام ما دام. قلت لي انا باغيها وانا قابلها ونايا يدي والو هذا ناخذ ولا نتاحر. قلت لي شنو الحل ديالها؟ هو انا غنمشي ديالك في طريق الله غتبعد مني، غندير الحياه وغنلتزم. هذه هي الفكره ديالي. لازم حيت يبان لي دوك الحياة ستريل على ديك انهم معقولين. تنقول لك انا اللي كنت نشوف ماشي عموما، ما يديش لك ديالك تيحنفك، الا وقعت لك شي حاجه تيسولفك، تيشوفك ما عندك تيعطيك، يعني يلقاك في الجامع تيفرح كذا تطب. خدمت في المرسى، مرسى دولة من 3 الصباح حتى 8 ديال الصباح، واحد 4 السوايع ولا راه كملت شارجة 4 ديال الكاميوات. شوف على خدمتك على خدمة تهلاك. بارك الله فيك، الله يرحم لك الوالدين. ما تبقاش تعطل عليا. الله يرحم لك الوالدين. قال لي كدا شوف، قال لي انا تنبدا مع الدراري ب 80 درهم 80 درهم 70 درهم النهار المزيان 100 درهم، فهمتي؟ انا على بالي. صافي بديت خدمت مع السيمانه الاولى وهو يتصدم.
حنا تنبيعو تنشري وتنتسربس تيقول لي واحد النهار واش نقلي انت كيفاش واش فيجا؟ قلت له والله ما عمرني ما خدمت فيه. قول لي كيفاش الدايره ديال الله وانا تما كاين ولاو تعيطوا لي الروسي ما ربيت واحد الشعير ونجيني ونعشو بيه وكذا ولاو تعيطوا لي الروسي ديك المده ولاو داك الحريف هذوك البيع والشرايه ديال القهاوي ديال لي سماك ما بقاوش يثقوا فيه تقول شحال كاين في العمار تقول لا تقول لي والله لا تقلع فيك ولاو الناس يدبروا عليا كذا وليت الحمد لله كذا السمعه مزيانه ولا تنقص لي من الخلصه ديالي مثلا كان تعطيني مثلا ديك 100 درهم ولا 80 درهم ولا تعطيني 1000 ريال وحوشه ما تاخذهاش معنا الجوع حيت الحوات تيقول لك شفرني وما تقولش لي عطيني بحكم الدومين ديال الحوت وكذا شويه فيه الريحه وكذا وهذه يعني الوالده ما يمكنش لها الناس تبقى مقابلك بوحدك تصبر لك وكاين معاناه يعني تخدم يوميا فهمتيني هي عياش قالت لي انا فهمتيني كذا وهذه فكرت انا خاصني نتزوج ملي شو بدات يجوع معايا خرجت من عنده كانت المرأة حاملة شي 3 شهور ولا 4 شهور فهمتي تنطيحو تنوض يعني تندير شي بيعة وشريا شي صبا شي سبردينة بعدا كنشريها باش تجيب نار ديالك واحد الفريال ولا 70 درهم سبحان الله العظيم زادت عندي الدريه بشي يومي جاب الله تيسير في واحد العسه تلاقيت مع شي ناس وكذا وهادي شي ناس عندهم شويه الفلوس فهمتي هما اللي مسيطرين تماك عندهم محلات عندهم فلوس كانت الدنيا خاويه بديت خدام دبرت على واحد الكلبه واحد قبيحه العسى يعني بديت متعصب منها طلع لي الدم وليت تجي للدار تلقى المشاكل كذا علاش هاد المشاكل الوالده ديالي جايبه واحد ود خالتي عنده مو عنده باه حطها في الدار مالك بنيتي وليتي لابسه هادشي حتى في الدار ياك لاباس وراه ما يمكن لياش امي ايه امي ما يمكنش لها انا ما كنشوفها حتى كندخل لبيتي وانت هي السبب شي لحاله ولينا فيها ماشي يا بغيت الشمكاله يبقى لك في الدار ما الشمكاله ديال لك صافي زاد الهضره مشات انا مرتي محجبه منقبه ما بغيت حتى واحد يشوفها واش شغل شي واحد فيا عالم كامل شغل شي واحد فيا ما كان وجه غادي ديري داكشي كنتي تقول لي مرتك ندير لها نفعل لها نترك لها كذا نتعامل معاها كذا ما كيوليش معايا بحالك تنقول لها بلي ما كانش تي نتهضروا بحالك ولا هو تي ولا يعني ولات عزيزه عليه وكذا يعني شنو دايرين لك حنا انا ولد وحيد اللي عندك يعني محشومه تاثير بحالك محجوب اسمح لي انا نغيرها ولا تسمع الغد ولا حي ضرب واحد ناصرو واحد قاسمو اقسم بالله كيفاش بغيتي توصلين لهادشي تنقول لها راه بسببك انتيا ملي تنجوي معاك على شي حاجه في الدار ما تتسنتيش ليش تبغى تنخرج تنتقم من بنادم ولا الظالم ولكن مع الظلامه تدير بحالاتك صافي وليت تنجي للدار تلقى مشاكل كثر وقع لي صراعات مع الوالده وفهمتي كيفاش واش نقول لك يعني هي هذيك ود خالتها خاصها تعيش في الدار صافي وصلت لواحد الدرجه قلت نخرج مكري عطات شي ساعه خليتها تسافرات تزيد الحوايج هربت باش كاع ما تشدني ماشي
ايوا ما يعرف حق الوالدين انت ولا الاولاد. صافي قلت انا شنو الخطه اللي غندير انا خلات تسافر ولات حوايجي قايد الكرا وداكشي. جات واحد الفتره مشات سافرت هي عند الاخت ديالي تعيط لها قلت لها راه سالو تلقاي بلاصه مالك خرجتنا هو خرجت كارف العيالات حرشاتك عمرت لك راسك والوالد يقول مشات حيحات كذا بدات تبكي تحيح ولا تجي عندي العسه تطيح ليا تماك وليدي كذا وانا والد الله يهديك صافي شي ما يبقاش والد الله يهديك ما ترجعش للدار نتاحر الوالدة بعد ليا الشم كان يمشي بحالو عرف بنادم ملي تيتخدر عرفتي يولي واحد اخر والوالدة تتقي الله عرفي شنو تديري بدات تبكي عليا وداك الشيء والله ما ترجع انا ندير انا نفعل وصافي يكون خاطرك وليدي ولادي طططط لا صافي قالت لي صافي رجعت ب 15 يوم رجعت حليمة لعادتها القديمة صافي صافي شفتوا الغضب اش داير في الروسي كينهش فيه من الداخل باغي يتفرقع خصو غير السبب الثاني باش يدوز الجهه الاخرى يعني يولي اداه للقتل هنا كيظهر السبب الثاني وهذا السبب هو القناص او الصياد او لو بريداتور الحيوان المفترس طبعا هاد الصياد او البريداتور راه كيكون كيعيش بين الناس وكيكون طيب ومتواضع وخدوم وكريم وكيقلب كيتسنى فريسته تجي قدامه ملي تجي قدامه كينقض عليها ماشي بعنف لا بنعومة كتعرفوا السماوي هذوك خيات اللي تسرقوا الناس فلوسهم ويخليهم يجيبوا لهم ذهبهم من ديورهم وما ما عاقلينش حتى الإرهاب عنده السماوي ديالو اللي هو الدين السلام عليكم مدينة أخويا ركبت مع مول الطاكسي هو ملتحي كيدير بخير لاباس الحمد لله لاباس تيقول لي قال لي شتك من تيان قلت لي شي مشاكل وكذا قال لي مالك بحالاش جيت نعاود لي مشاكل عائليه وكذا وطاطاطا قلت لي شتي الحروبات ديال سوريا قلت لي انا عندي كثر قلت لي والله ما كرهت انا نمشي عند هذوك الناس نموت قال لي شنو هو قال لي تمشي عند هذوك الناس تقدر قلت لي والله تنقدر هو يقول لي شوف ملي وصلني كاع قال لي انت انا فين تنعمر هالبلاصه هالب شي نهار كذا هذه قلت لي مرحبا واحد النهار كنت صليت في واحد الجامع قريب ولا نتلاقى معاه كيدير بخير لاباس طاطا وقول لي باقي عندك النيه قلت له والله تبقى النيه قلت له والله ما كرهتش نمشي عند هذوك الناس انا تنعيش الاداب يوميا تنقول اللهم نمشي عند هذوك الناس ما بقاش يقتلني شي واحد انا في العسه ولا ندير شي كارثه في الدار ولا ذابح شي ولدي ولا ندير شي كارثه حس بيا صافي اللهم صافي كانوا عندي انا شي بركه الفلوس قال لي قطع نهار كذا كذا هو هما هو غيمشي في هذاك الوقت المحجوب انقسم اللحيه وبدل الشكل ديالو باش يتخلط مع عموم الناس مشيت قطعت خليت مرتي ولادي عند والديا قلت لها غنمشي لتركيا نخدم خلينا نمشي بركه صافي سير غنتلاقى صافي من اسطنبول وشدوا لانطاكيا صافي داروا التليفونات كذا الطاكسي يقول لي كذا كذا كاين الطاكسي تيدوب بالعربيه ماشي تيدوب بالتركي تي عربيه وتركيا ندير هاد الفلوريا الاعلى قسما بالله ربي شهد تنقول اوه انا فين انت اللي تيدوي بالتركية اللي تيدوي شنقول لك بشي لغات نشوف الناس واحد العالم واحد العالم واحد العالم هذاك انطاكي حيت الحدود ما بين تركيا وسوريا
صافي واحد اللحظة وجه تليفون قال للدراري الله واش دوري راسكم، وكان صعب. جات فورد عاقل على بيضة فاسوري تمينا غادين توصلنا للواد وقلنا على سلامتكم. انا عيطت لي الواليده في الطريق، عيطت لها انا بالتليفون ديال الدراري، حيت صافي حنا ملي شفنا فدنا الحدود على الحريه تقول الدراري اللي بغى يدوي بالتليفون يدوي. اوليدي رانا غنموت، انا وليدي كذا، انا تقول لا الواليده راني اوليدي انا خليتيني صافي. قلت لها الواليده راه ما كاين والو كذا وماشي فهمتي اللي صافي داعت الزنقة ولا تطيح في الزنقة صافي بحال 16 بحال صافي شديتها هي السيريا يعني عاد فاقت. تقول اش كنت ندير مع الدري فهمتي؟ ما كتبش عليه قبيح مع الظالمين قبيح ما نصرتش والله ما نصرت كيما بغى يكون نوع يقتلني يا ملي خليني حي والله يدير عذبه. ولكن تجي تشوف امك ما عندك ما تدير مالينا. كاين واحد الواد هذاك الواد صافي لحد ديال تركي الاخر الواد غتقطعو ديرينا واحد البرامج الكبار ديال الحديد ديرينا واحد الخشبه من فوق تجرك بالكورده صافي الفاصل الاخر سوريا صافي نزلنا لقينا واحد سوري شهيب وزويون هز معاه واحد الفردي وبدا يضحكوا مع الدراري عطاه لينا تنهزو فيه وكذا الدراري فرحانين صافي هزنا في الطوموبيله فهمتي ارمي في كل يعني مو فات تمويه يعني باش ما تبانش وداك الشيء صافي شدينا واحد شويه الطريق شي ثلاثه السوايع ولا اربعه صافي دخلنا لواحد المضافه وما تيقول لها مضافه هذه المضافه تتكون شي مدرسه تابعه للنظام وتحرات استقبلونا الدراري ولاد المغاربه فهمتيني مغاربه تما كاينه حيت حنا مشينا عند واحد مغربي كان في غوانتانامو ولي مؤسسه الكتيبه ما عليناش تيبان لي سلاح بنادم مسلح تيبان لي قنبول تيبان لي دوجكات تيبان لي دبابات انا عاد عارف ايمانا كلاشات تيبان لي بنادم واس كلاش نديرو نفعلو حنا احرار حنا كدا حنا كنا في الظلم كنا في كدا اواه تنقول هذا شنو يقولو اقسم بالله بحال هكا تنقول هذا شنو واش مشي يقولو تقول فعلا هذا الكلام تيقولو ولا واحد اللحظة وانا الناس هادوك اللي جاو من السفر جينا نعسو ما تيحرسونا بالليل لا بوالو نعسنا تسمع جد ديال المدافع اول ليله انا رجي ميت بالصير وتضربني الفيقه تيدخل شي واحد شاد الليل تيسمع لي قفزت ولا كذا ولا تيشوف شي واحد قفزت يقول لي لا ما تخافش راه بعيده الضربه اول ما تدخل لسوريا سوا دخلتي بالليل ولا بالنهار تترتاح هذاك النهار الغد تعطيو كلاشنيكوف تضرب واحد الايام واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا على حسب باش تدخل المعسكر تدخل المعسكر في واحد 21 يوم ولا 22 يوم هذاك الشيء كاع هذاك الفواد اللي كنتي مشارجي في كازا تتخوي لا هذاك الفورمه وديك اللي تتخرطه العذاب ونطري من صباح وعشية والله ما تشوف الناس يعني صافي تتولى عسكر المتمرد تضرب يومين و 30 تحس بك تدربتي عليها ولا في هذاك النهار عندك رباط تعست على المجموعه اللي انت فيها في هذاك المضافه حيت راه حيطين بك الدياب اي قرطاسه تجيك من شي قنت وكذا خاصك كل جوج تيعسوا ساعتين ولا كذا وينوضوا جوج اخرين وتتبقى مدايره صباح وعشيه يعني خاصك تكون متمرس فهمتيني تيقول ديما الامان يكون طالع الفوق ما تهودوش لتحت ربما تخطي بشي خوك ولا كذا ولا هذا تيقريو لك بات لك البلباله صوت المعلم ربي يشهد تنقول انا فيه ولي زيد كمل عليه واحد الامير واحد النهار ودير لينا جلسه قال لنا شوفوا الشباب نجيو الصراحه قلنا راه ماشي يوتيوب سوريا قاتل ولا مقتل بقا تكذب على راسك اي لحظه تهز الرباط محتاجينك تنوض
تتعرض تضرب سلاح هي سالينا. كل عندك طاكسي كل هذا دير نيجك في الله. تنقول لك الفازة تتكون تتفرج تسمع بشار ضرب صاروخ او برميل، والله العظيم اللي كلتي دابا الطاجين تتحطه في دقيقة عشان البرميل كيجي من فوق بالهليكوبتر. سمع ديك يضرب واحد ألف يعني ألف متر كارية في التوسيع ديالو فين جيت. اما ملي جيت تفرقع باش عامره باش الصدايا طوفه ديال الحديد ديال الفولاد سلوكه الغلاد ديك الغلاد المسامر ديال العشرين ومع ديال السبعين يعني تيطير مع العافيه حيت هو عامر بسميتو فهمتي بمواد كيما بمواد حارقه فهمتيني. ملي تيطير تيبان لك طوفه حمرين تقدر تدخل لك من هنا دير لك الطرف كامل. يعني شفنا الواقع ملي بديت في التدريب العسكري بديت بداو شي اللي كيداو فهمتيني اللي عنده الكونديسيون فيزيك اللي عنده الهيئه اللي عندك. تقريبا تعزلت من شي جوج ولا ثلاثه اللي خاصهم يمشيو الاسلحه الثقيله. تزاديت غير البي كي سي الرشاشه اللي عندها الصمت عامل خلال البنيه والطول وكذا تيبغيو هذاك اللي غيقدر على هذه. ضربت المعسكر ديال الكلاش وديال البي كي سي. تبان لي شي حوايج ماشي هذيك بحالاش بدات تنوض صراعات بين الدراري. مال هذاك عطيتيه ولا ما عطيتنيش مثلا عطاه واحد المنصيب ولا كذا ولا تولى شي لعيبه وكذا فهمتي. حيت ناضي تزوابيع بحال هكايا يعني بدات تبان لي هذاك الشيء. ما ولا نقول له داك خونا قلت لي كيفاش دابا. قال لي شوف قال لي شي لا ناضيتي بالباله ولا كذا قال لي غنديروا اديب انا وياه. ويلي قال لي والله قال لي متخممش ارجع الله. قال لي شوف الهضره تبقى بيني وبينك. قلت لي صافي. واحد النهار هما يهزوا بالليل جات شي حاجه طارئه كانوا اقتحموا على حلب كان في واحد سميت واحد السجن اكبر سجن في حلب بغاو يحروا. شكون اللي داخله فيها؟ داخله فيها الحركه كنت فيها انا حركه الشام الاسلام بقياده ابو احمد وجبهه النصره واحرار الشام والجيش الحر تقريبا هادو اللي كانوا. سبحان الله العظيم شوف مع الله عز وجل انا خرجت يعني الفتره اللي داو هو ضرب واحد السيمانه انا خرجت من المعسكر. ملي خرجت من المعسكر اجمع عطاوني المؤيله ما عاد شافوني تنفهم في هادشي ديال الجرح والتضميمه قال لك انت غتمشي تتعلم كيفاش تخياط كيفاش كذا. وانت في البلاصه وليت الخياط وليت انا طبيب وليت ندوك البرام تاع الشباب بنادم ما عارف قسما بالله. تيدخل عندي بنادم واكله في عظامو وجي عنده قرطاسه شي كدا وتنداويه وكدا صافي. ضربت واحد الفتره وليت نطير مات هي هذيك. كان عندي واحد المطار عطاوني واحد المطار في جاز صافي. وليت نجي تماك المعسكر وداك الشيء. واحد النهار تيجا الدري كانوا يهزوا الدو الحلال شاف الافلام ديال الحلال. هذاك الدري قال لي واش عندك شي بلاصه خاويه؟ قال لي باش ما نديروش الفرشه. قلت له راه كاينه بلاصه. قال لي صافي ماشي نجيو نزيد نزاحم. قلت له راه بلاصه خاويه كاينه في الخيمه. قال لي اش نقول لك يا صاحبي راني مشيت لحلب اللي راه فات ليا البيع والشراء. قلت له كيفاش؟ قال لي واحد السوري كان باللحيه وهذيك قال لي هو الامير واللي متكلف بالكتائب كامله. وقال لي واحد المكان وحلو فيه الدراري. هذا المكان جابوا واحد دار عمليه بالبي ام بي شرشم الحيط مع ارمي بيطون ارمي ما تفرقعش دار واحد التقيبه. قال لي خدام البيع والشراء. قال لي ضربت واحد يومين. قال لي الاخر جي ضارب واحد التليفون قال لي قطار الفلوس. تقول لهم انتم انا جيتو باش موجود في سبيل الله يلا دخل. هذاك اللي شاد البيكيسي متمرس ومخبي في واحد القنيته دابا انت تدخل ربعه تيدخلوا مقتحمين ربعه الاقتحام كيفاش؟ واحد واقف واحد تيديراه واحد مكالي الاخر. هذه هي التاكتيك ديال القتال. تدخل تتقلب تتمشى تضرب هو من الفوق تدير تدوز عليك خمسه مشاو اقل من خمسه ثواني ولا عشره. قلت اواه. قلت لي فلان قلت له والله ما غنضرب الضربه. قال لي اش تقول؟ قلت له والله ما غنضرب الضربه.
على هذا من بعد الله عز وجل كان لي سبب. قال لي شوف، قال لي راه ابو احمد راه مصيفطني باش نجيب شي ترانسميسيون. قال لي راه صيفطني لتركيا وداك الشيء باش نشوف واحد التليفونات شحال دايرين وكذا ونتقدا ليش لعيبه. قلت له ديال الفتره باش نخرج بحالي. قال لي شتقول؟ قلت له هذا هو الحل اللي دير معايا. يعني ضربت تقريبا شي شهرين تماك او ما واصلاش. ويقول لي الامير ديال المعسكر قال لي انت فين غادي؟ قلت له واحد النسيب ديالي راه جا لتركيا بغيت نشوفه. قال لي على قال لي قلت له راه بغيت نشوفه ما قدرش يدخل هنا وكذا خاف لي يشدوه ولا كذا راه جا هو توريس وكذا وين. ويقول لي قال لي كما باغي ترجع؟ قلت له لا ما باغي نرجع لا والو. قلت له واش انا جيت باش ترجع؟ قال لي دبر راسك بحالك. صافي جات الطوموبيله هزاتنا تمينا غاديين حطونا هما في واحد البلاصه. صافي بدينا يعني خطافه هكذا هذه توصلنا. وصلنا فين وصلنا؟ وصلنا للبحر الواد اللي رجعنا فيه النوبه الاولى. صافي انا جيت بلا اوراق بلا والو بحال قلت جيت مخبي. الاخر هز مع الباس انا ما جبت لا ورقه بقى كل شيء تما كاينه. من ناحيه الفلوس الفلوس عاد تكون عندي ديك الساعه شي 1000 درهم. هورنا الانطاكيا وصلنا الانطاكيا وداك الشيء بالتحريك هذاك حطنا في واحد البلاصه شدينا واحد الطوموبيله كبيره ايفيكو حطتنا في واحد القون شدينا يعني بقينا غادي حتى وصلنا للمطار او وصلنا للكيران وصلنا للكيران انطاكيا كذا هادي. صافي دخلنا قطعنا مشى معنا داك السوري دوا معاهم وكذا قطعنا. صافي قطعنا لتركيا الكارد ربينا شي 14 ساعه ولا كذا. قال لي صاحبي تهلا في راسك. كاين شنو؟ قال لي تهلا في راسك. قال لي المطار تعرف؟ واو جيت عند واحد السيده مسكينه في في في, في القيشيه تتقطع البي يعني البي اللي بي وداك الشيء. قالت لي انت شوف كذا تمشي للبلاصه الفلانيه طاطاط فهمتي كذا انت كذا ما عليناش باش نمشي للقنصليه. طلعت قال لي مالك انت؟ قلت له راه اوراقي مشاو وكذا راه جيت نخدم في تركيا وكذا طاط تا طلعوا الكنيوس السميه كرهو شارش ما بينوا لي والو. قال لي صافي صيفط لينا الوراق الفلان الفلانيين. صافي عيطت للوالد ديالي. ضربت واحد 10 ايام في داك اتاتورك مع كاين واحد الجامع فاكسا لي الوالد كذا جوج فاكسات كنت انت فاكسي ليا في اتاتورك وفاكسي ليا في القنصليه باش الا ما جاتش هكا تجي هكا وداك الشيء اللي كان. وصلت الوقت للطياره مع ديك ال 11 ولا 12 ما بقيتش عاقل بالضبط ما عادش غتقلع الطياره. جي فرحان باش نغوت والحمد لله دخلت البلاد بحال هكايا. دخلت المطار بلاصي باسي بقى انت انا دوست دوست اجي معاك. قولي شكون انت؟ ريح ريح بلاتي. دخلوني لواحد بحال اللي قلتي سبيسيال فيه البوليس وكدا. بقينا جالسين تماك وصلنا مع شي 3 الصباح. صافي هي هذيك وجي عندي الصباح واحد الضابط مع 7 الصباح. قال لي انت تسكن في بلاصه فلانيه؟ قلت لي اه فلا. قال لي واش كنتي في سوريا؟ قلت لي لا. قلت لي انا راه كنت في تركيا خدام وقعت لي واحد المناوشات مع وحدين ونصبوا عليا وكذا. اه قال لي صافي انا غنطلع للتعلاق. طلعت هذاك الضابط فين ابو احمد هاني بديت نبكي. قال لي شوف اولي والله ما تسقل من هنا بالله تتقطر بحال الزيت نقطه نقطه. انت جاي باش تقتل ولادنا وحنا حاطين الدوله هنا باش نحميو المواطنين. لا شاف الله يجازيك بخير حنا راه راد قديمه. انت قال لي الهضره اللي ما تقولها لي انا. صافي شويه بداو يرطبوا معايا شنو تاكل شنو تشرب شنو شويه بداو يدخلوا معايا في السلاح. في واحد المساله هنا ديال الصاله قال لي هذه ديال المشي من جملنا ديال تيمشي تيحبو فهمتي هنايا وعرى لي دراوه هنا فهمتي وعرى لي هنا ديال الانبطاح حتى تمشي تدير الكلاشنيكوف هنا ولا تتشد في سنانك شويه في سنانك وتتمشي يعني من الباطح فهمتي. قال لي انت كذا بديت نجبد لهم كل شيء بديت نجبد لهم شي خباين ما كانوش عارفينها. ضربت 12 يوم مع اني ضربت 3 ايام الاولى العصير تيطلعوك جوج مرات 3 مرات في اي وقت. هزوني داوني في الطوموبيل غيديوني سميتها المحكمة اللي غندوز فيها حدا الحبس. صافي هودوني لتحت بقينا في الجيور الجوع وكذا والوالدين على برا مساكن ممنوع تشوفهم ممنوع كذا ممنوع عادي. كنت في سميتها
ملي كنت في لابي جي تيقول لي لا راه نجي نصيفط لك الوالد ولدي تشوفها يكون شي وقيت خاوي تجل ويجه باش نجبد شنو كاين. وانا راه الحمد لله راجع راه كنقول لك اللي كاين. دخلنا عند قاضي التحقيق تيدوي معايا تيقول لي باين عليك دري دري ويش ود عائله ورا العكس بالعكس القرايه ديال الحبس. وقول لي باين عليك ود عائله وكذا وهادشي ماشي ديال قليا او عمر شي واحد فهاد هاد المنتف ما جا عندي بحالك انت درويش. بغى يقول لي انت اكبر ولد الكلب على وجه الكره الارضيه حيت قرايه ديال الحبس هذه ما عليناش. وانا ساكت وكذا صافي الزونه في الطنوبيل الحبس. عندي الحساسية وتنحك بزاف انا عاش واحد النهار جيت لحيت شي شورت لقيت القمل ماشي مشيش لك الشعر تمشي لك الدم والطوابق حشاك وهنا البلاصه اللي تتريح دغيا تمشي ليها وتمشي للتنيه ديال السراول بحال هكا هكذا تمشي فين يحط رجليه ولا تلبس الحوايج مقلوبين باش ما يشدش ما علينا العقله بالفيل في الاخر. نقدر نقول لك مثلا الضغمه ديال الخبز تجرى قمله قمله انا ما نعاودش لك واحد الحاله يورثها لها. ضربت خمسة درنا اضراب على الطعام حتى الموت ولينا تلوحو الدم هزونا السلاجوج التحكم دز في السيناف بقيت تبات. واحد النار غنسمع ترانسفير اثنين في الصباح هز حوايجك كذا صدمت زيد ترانسفير ما عليناش دوزوني الرماني اباساجي حطوا واحد خرجونا الخريبقة حطوا واحد كملوا بيا العادر. ريحت بوحدي غير شديت باياس لتحت ضربت الفوق واحد خمس ايام لتحت وانا نشد باياس من عليا الله به. الوالده مسكينه تجي عندي مره في الشهر وانا عارف امي يمشي مكرفصه تقول ما تجيش عندي. ما بوندوليتش وطحت مع القواح ودغدغت انا وياهم كيلتي نوض تيبغي يستبر الرب جهرة واحد ديرينو كافران واحد نار ننوض معاه. وانا طلطمت شكون اللي طلبتني بعد الله عز وجل المؤسس محمد السادس. المحجوب دوز عامين وخرج واعي بزاف ومقرر باش يتصالح مع راسه ومع العالم. مادام انني طرقت واحد الطريق ماشي ديالي وسلكت واحد الطريق ماشي ديالي
انني لقيت مثلا يعني شنو نقول لك شي يد او شي يعني شي اذن صغيره اللي تسلط لي ما نديرش هذا الفعل. علاش؟ لان اللي دابا انا تنتعذب نفسيا ويلا دوز على الطبيب النفساني مؤخرا وتيصبر فيه تقول لي شوف وليدي راه هاد الازمه راه دوز وراه الفقر راه ماشي ساهل يعني هاد المشاكل ديالك راه ماشي ساهله يعني تصابت بامراض نفسيه وعقليه صافي تنحس ماشي مدمر امل في الله سبحانه وتعالى غير كاين شي 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 نقاط اللي صعيبه تندوز فيها وتا واحد يعني حتى المجتمع المغربي لا يرحم تيسمعك منتج ديال الارهاب والله لا تنعك الدقه على ولاد الدرب لا شي واحد باغي يخدمك ولا كذا كلشي خايفين تقول لك وليدي نخدمك يقول لك انت تتمول انت اللي مولتي باش نمشي لسوريا وتتشوف تتشوف تتشوف وتترجع وليد جا قال لي راه واحد الصديق راه قال لي كذا كذا هادي الصراحه قلت لي انا شنو امي يديروا لي قال لي شوف ولدي غيكون خير شوف سبحان الله قال لي ولدي استبشر بخير قلت لي انا ماشي ضد قلت لي غير انا راه مليت لا تمشي عنده تيشوف فيه واحد الشوفه ديال الوحش ما عليناش الحمد لله مشى معايا مسكين شوف سبحان الله ما عند الله لان المؤسسه والله حتى برافو علاش حاطين ولاد البلاد تيتعاملوا مساكن ووقفوا معايا باش تعامل حاجه صراحه تمشي عندهم تيعاملوني صراحه الله ما لقيت حتى شي واحد عنقني بيدو بجوج بعد امي يمشي الا ديك الصراحه داروا معايا انهم يديروا لي بروجي ديال الموطور تريبورتور ديال نقل البضائع السمك وكذا وانا شويه عندي في الدومين ونتمنى من الله عز وجل التوفيق. شنو اللي خلى مول طاكسي صيد الروسي؟ الغضب. شحال من واحد غيقولوا الدين؟ الدين بريء. طبعا ملي تنهضروا على الدين الاسلامي الصحيح بريء من الارهاب. وهنا غنجيب لكم قصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب عظيم. واحد النهار كان الرسول كيوزع في الغنائم على الصحابه. دخل عليه واحد الصحابي سميته ذو الخويصرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد وأعدل. فجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن لم أتق الله فمن يتقه وإن لم أعدل فمن يعدل. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه وزاده هذاك خذا داك الشيء ومشى هو وصحابه في لغه الحديث فاعطاه وارضاه يعني زادوا اكثر من حقه. هذاك ملي مشى الرسول صلى الله عليه وسلم توجه للصحابه قال لهم يخرج من ضئضئ هذا يعني من الصلب ديالو. الرسول هنايا كيقصد من الافكار ديال هاد السيد هذا قال لهم يخرجوا من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم. يعني دوك الصحابة كاملين ما كيصليوش بحال هادوك فهادوك تيبقاو يصليو ليل ونهار لدرجة أن ركابهم كيوليو بحال ركابي ديال الجمال من كثرة السجود. قال لهم وتحقرون صيامكم أمام صيامهم حين تصوموا في أقصى الظروف في الهواجر. الهواجر هو شدة الحرارة في الصحراء. ثم قال لهم وتحقرون قراءتكم أمام قراءتهم. عندهم واحد الحالة تتسمى حال مرتحل يعني ملي تيوصل اخر سوره في القران اللي هي قل اعوذ برب الناس تيرجع نفس اللحظه الى الحمد والبقره وبدايه القران يعني متوقفوش من القراءه ولكن هذه القراءه ديالهم ما تتفوتش التراقي ديالهم ما تتوصلش للقلب كاينه هنايا. لاحظوا هاد الناس شحال تيعبدوا الله ايوا مالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم غيكمل
يقول لهم فيمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم اللي تيكون في القوس في النبل، داكشي ديال النبل، وتينطلق اشنو تينطلق بسرعة وبعيد. هادوك دول خويصرة، والناس اللي غيخرجوا من أفكاره غيبعدوا من الدين بزاف. وشنو هما؟ واش بانت النبوءة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم بانت النبوءة ديالهم. هما الخوارج، هما باقين عندنا، كاينين في المغرب وفي العالم الإسلامي كامل، وهما اللي كيصنعوا الإرهاب. هذا هو الواقع اللي تلقاه الآن بالنسبة لهذوك الناس اللي كيمارسوا التخريب والقتل الجماعي والإرهاب في المغرب أو خارج المغرب في العالم. احنا كنشوفوهم، فتأكدوا أنهم بعاد عن الدين ديالنا. في المغرب كاين بزاف الأطباء كيقدموا خدمات اجتماعية جليلة للسجناء. في هذه الحلقة اختارينا لكم واحد طبيب مشهور في الدار البيضاء كيقدم مساعدات طبية كبيرة للسجينات، سواء اللي في السجن أو من اللي كيخرجوا من السجن. هذه واحد 3 سنين اتصلت بنا واحد السيدة رئيسة مشاريع ديال مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، قالت لنا عافاك تقوموا لنا بشي تخفيض في الختان ديال شي أطفال. قلت لها شكون هما هاد الأطفال؟ قالت لك ديال أطفال السجينات في السجن ديال عكاشة. قلت لها لا علاش بيخلصوا؟ ما كاين لا تخفيض لا والو، داكشي غنديرو مجاني، غنختنهم لهم هنا بدون مقابل، وحنا كنشاركوا المؤسسة في إدماج ديال السجناء وفي إدماج داكشي، ونفرحوا دوك النساء اللي في السجن. وكانت وعجبها الحال ديك السيدة، ولا تجي عندنا كل عام، كتجيب لنا كل مرة تجيب لنا أطفال، وكنقوموا بداك العمل الإنساني. ومن بعد ولاو تيجيو عندنا حتى شي سجينات، حتى هما كنديروا ليكوغرافي، كنديروا الفحص مجاني والتلفازة ليكوغرافي حتى هي غراتويت. كنطلبوا كل طبيب في المغرب باش يساعد هاد الناس. تصبحون على خير وإلى اللقاء في موسم قادم.